مدينة الرستان. هذا الثلج في مدينة الرستان 11/12/2013. السلام عليكم، الله يعطيك العافية. شايفكم ماشي بهالبرد والثلج، احكي لنا اوضاع عندكم برستان، شو اوضاع عندكم برستان؟ اوضاع سيئة جدا جدا. طيب شايف انا الثلج يعني، وهذا اهم شيء الوضع المعيشي بهالجو، هذا التدفئة. ان شاء الله التدفئة متوفرة عندكم برستان ان شاء الله. لا مازوت، لا حمام. طيب شلون عايشين؟ شو بده برموكم؟ ستر الله. بينا شو متطلباتكم؟ شو محتاجين بالظروف القاسية اللي عايشينها برستان؟ استاذ النظام. ان شاء الله عن قريب، والله يعطيك العافية. 11/12/2013 الرستم ومعاناة اهالي الرستم.